اللاعب ده ما يبقى كده لك واحد والبيسمنت. في هلبي كيف تحس بيلعب في قطر فيز عنده رون ها نط يا ولية. عندي وراي، انا عند الكوخ. يلا اهم بيك طيران كلها في البارت واحد لا سهل تسحب فيها على روح ايش اللاج اشكرك لكم الكلر في البارتي لا والله انتب ايه لا مش صدق يا الله اه والله هو ليه تحلف انزين انه هو يا الله اساله لا انا داخل جاي في اللوب معاه انت بنت الكلار تكلموا يا هذا هو يلعب هالبلي ادري انه يلعب هالبلي كفو الحركة اللي بعده لا يوقف الجيني اللي بعده يلا الجيني اللي بعده يلا استلم الجيني اللي بعده الكوخ الأحمر الكوخ الأحمر شافني بالباربيكيو وجاني بالهلجلي عدياك يا وانت يا بالله نايس لاب يا حبيبي رجالكم انتبه عند الناس نحز معي نحز كلهم في البوكة عالجي عند النار شابك علو تعال 1 2 3 عندك
لا والله لا والله في لاق عندي، انا عندي لاق والله، عندي لاق صح بعد. لا طيح لا طيح سوري كفر سوري كفر هل قلو. طيب والله العظيم عندي لاق ما اقدر اسوي، قطع عندي امشي اطير دبهات ما اعرف كيف. هذا مش لعب انتوب يا شيخ، قول كل اللايك ما لعبه والله لعبه شي تنل ما اعرف، بس هو لعبه هو يعني شكلها هو ايش الكمبر يا اوي فاكينج كمبر عمي، مش لعبه هذا والله. انت شوف بعد الجيم من ايه من لعبه كذا تنل وكامبر و... تعال بسرعه بسرعه طلعوني واموت انا. شوف وين مكمبر داخل اخذ يا الله يعني بتكمبرون بعد. روح بنادس نازل رانك وين كمبر ولا ما. طيب تقص هذاك خلي ينقذنا على الاقل يا اخي. ايش سوى ايه ايه والله وريكم انا. شوف شوف من الكلر شوف اوه بعد من اقول لك شاف انه في الدوبي اما كذا لعبه خلص خلص اخر جنريتر مطولين والله هو يا عمي سلامات محمد بالله محمد بالله الحق اول اول تعليق خلص اخر جنريتر هذا لعب من منو بعرف انا قصة أهبل والله إنه أهبل اطلع اطلع يا منتج اطلع ليه ما طلعت مديك هذا تنزل ما في هوك بكرة تندم يا جميل